نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول الطلاق والنفقة والرؤية ومشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني. ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني. وتناول صالون التنسيقية مناقشة عدد من المحاور، منها أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة وتماسكها وأبرز التشريعات التي تحتاج إلى التعديل في هذا الملف.